الفتيات والشباب. في قبل النهائي فاز الكويت على الجهرة 84-50، وفاز القادسية على النصر 94-64، وفي تحديد المركز الثالث والرابع فاز نادي الجهرة على النصر 88-87. كل مبروك للجهرة. بداية المباراة والكرة مع نادي القادسية، الحميدي ويحطها نقطتين. الفضلي إلى شعلان، عبد الله الشمري، الشمري ويحطها نقطتين. عبد الله للموسم الرياضي 2017-2018 اليوم الاثنين 7-5، ودرويش يحطها نقطتين. أحمد درويش كأس الخليج للمنتخبات، حمد الهجرس من أفضل اللاعبين حقيقة بالكويت، وهذا ناطر. شوف الحميدي عزيز عبد العزيز، كرة مع شعلة إلى الخباز عبد الله الشمري ويحط نقطتين. شوف عبد الله الشمري، شوف الحكم الدولي سالم الهزاع، عبد الله الشمري يحط نقطتين. وفاول، شوف 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 الشمري. سلام عليك يا عبد الله، حلوه يا عبد. 2-2-1 ضاع بريس كل الملعب. 2-2-1 درويش ويحط نقطتين. شوف احمد درويش، احمد درويش لاعب طويل. شوف شوف التمريره هنا اخذها احمد درويش وسجل نقطتين. وطلع منا الرميه الحره، كره مع شعلان، شعلان الى الخباز، الخباز يحط ثلاثيه. شوف العميد حسين الخباز يحط ثلاثيه، الخباز يحط ثلاثيه، واول ثلاثيه في المباراه، اول ثلاثيه ياخذها شعلان، شعلان مع الكره يمرر الى الخباز، الخباز يمرر الى حمد عدنان. الله حمد يا حمد، حمد يا حمد. ولا مدرب اخذ وقت مستطلع، شايفين ان لاعبينهم قاعدين يادون اللي عليهم. محمد عدنان ويحط نقطتين. حمد عمري، عبد الله، عبد الله الشمري الى حسين الخباز ويحط له ثلاثيه. تشوف الخباز الكويت هو اللي يحصل على بطوله الكاس ويكون ثاني دوري، وايضا تشوف شوف يحط له ثلاثيه. عبد الله الشمري، عبد الله الشمري، هذا عبد الله، عبد الله الشمري حط له ثلاثيه حلوه، حط له ثلاثيه عبد الله الشمري. شوف شوف هني هذا عبد الله الشمري حاط له ثلاثيه، وفي وقت مستقطع يطلبه مدرب نادي الى مشاري بدهوم، وفي نقطتين، نقطتين مشاري، مشاري بدهوم، مشاري حسين بدهوم. شوف هذا مشاري، هذا ولد اللاعب طبعا حسين بدهوم نجم نادي القادسية والمنتخب الوطني حسين بدهوم. الى يوسف الحمدان، الحمدان مره ثانيه، عبد الله الشمري، الله ثلاثيه. شوف عبد الله الشمري يحط له ثلاثيه للكويت، عبد الله الشمري ثلاثيه حلوه مره ثانيه. السهو، السهو يا السهو يحط له نقطتين. عبد الرحمن السهو وما لعب البطوله، والكره مع الشمري ويحط له نقطتين. عبد الله الشمري كرات سريعه من لاعبين نادي الكويت، كره مع عبد العزيز الحميدي، عزيز الله يحط له نقطتين. الى مشاري بدهوم، مشاري الى السبيعي، السبيعي ويحط له نقطتين. شوف السبيعي الخباز الى محمد، محمد عدنان مره ثانيه، حمد، حمد يحاول يحطه ويحطه ثلاثيه. شوف حمد يا عدنان 11 نقطه مسجل لحد الان حمد عدنان. الشم السهو، السهو يا السهو حلوه يا مره ثانيه مع الهجرس، الهجرس الله. شوف الخباز حسين على السلة، وشوف مرة ثانية إلى عبد الله الشمري، الخباز، الخباز يحاول يمرر محمد عدنان ويحط نقطتين. محمد عدنان، عدنان
فقدان اللاعبين الشباب، لكن لاعبين متميزين محمد وحمد. شوف هذا محمد، هذا محمد عدنان من اللاعبين الناشئين في نادي الكويت، وهذا ايضا شوف الهجمه شايع حيله مشاري ودهوم، مشاري ودهوم ويحط ثلاثيه. شوف الهجرس ناصر، الهجرس قول الله. شوف الهجرس، شوف هاي علام شاري ودهوم لصالح يوسف يحط ثلاثيه. شوف صالح يوسف، شوف شوف حطة ثلاثية حلوة صالح يوسف، وأيضا في رمية إضافية إلى مشاري بدهوم، مشاري بدهوم إلى الحميدي عزيز يحط الربع الثاني والشوط الأول من المباراة. محمد عدنان، محمد يحط نقطتين. شوف كرة مع صالح يوسف، صالح يوسف، صالح يحاول على السلة ويحط نقطتين. صالح يوسف الى عبد الله الشمري، محمد عدنان، محمد الضيع ياخذها مره ثانيه، محمد عدنان ويحطها نقطتين. شوف محمد عدنان قدم لحد الان وهو الافضل في المباراه، والكره مع ناصر الهجرس، ناصر الهجرس ويحطها نقطتين. ناصر خالد الهجرس، ناصر خالد الهجرس. الحميدي عزيز الى السليم، الهجرس، الهجرس ناصر ويحط له ثلاثيه. شوف ناصر الهجرس. درويش الى عبد العزيز الحميدي مره ثانيه، صالح السبيعي ويحط له ثلاثيه. شوف السبيعي عبد الله الشمري، الشمري تمريره حلوه شعلان ويحط له نقطتين. الحميدي، الحميدي، الحميدي مع الكرة على السلة، الحميدي عزيز ويكملها الهجرس. شوف ناصر الهجرس، ناصر شوف 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 هذا ناصر، شوف الحميدي حاول يسجل لكن شوف ناصر، يا سلام عليك يا سلام. إلى عبد الله الشمري، عبد الله الشمري مع الكرة إلى حمد عدنان، حمد عدنان الله. شوف حمد عدنان، حمد يا حمد، حمد يا حمد، شوف الاسطورة، شوف الاسطورة حمد. افترض انه ما يصور كرة مع مشاري بدهوم، مشاري يا مشاري، بدهوم يا بدهوم. هلا حسين الخباز، الخباز حسين ويحط له نقطتين. حسين الخباز، حسين الخباز، شوف نقطتين. الحكم الدولي العميري يقول في نقطتين، وايضا في رميه اضافيه، رميه اضافيه، رميه اضافيه. هذا كرة صالح يوسف لاعب نادي القادسيه، وعبد الله الشمري شوف الشبيعي، السبيعي مع الكره، فهد السبيعي الله. شوف السبيعي يحط ثلاثيه. شوف عبد الله الشمري يحاول يمرر الى فهد الظفيري ويحط له ثلاثيه. الظفيري على نهايه الربع الثالث من المباراه، السهو ويحط له نقطتين. شوف السهو، السهو عبد الرحمن السهو. الخباز، الخباز الى الظفيري، احمد المطيري تحت السله، الشمري، عزيز رمضان، عزيز ويحط نقطتين. عزيز يا عزيز، كرة مع الظفيري، عبد الله الشمري ويحط نقطتين. الشمري، عبد الله الشمري يسجل. السبيعي دقيقة، كرات سهلة قاعد تضيع من الفريقين، فريقين كرات سهلة. الحميدي، عزيز، عزيز يا عزيز، الكويتي لكرة السلة للموسم الرياضي 2017-2018. الله، شوف الشمري، عبد الله الشمري يحط له ثلاثية للكويت. عبد الله الشمري ومشاري بدهوم ويحط له بدهوم ثلاثية. حاول يمرر إلى محمد عدنان، محمد ونقطتين، محمد عدنان يحط له نقطتين. شوف محمد
تمريرة حلوة من الظفيري إلى محمد عدنان، ونقطتين ونقطتين نقطتين نقطتين. 2015 الغدسية، وأيضا الكرة مع فريق نادي الغدسية، ويحط له نقطتين. صالح يوسف، صالح يوسف يحط له نقطتين، يحط له نقطتين. صالح يوسف 74 68. شوف الكرة، شوف الكرة إلى حمد عدنان. حمد حاول يمر، تمريرة حلوة محمد عدنان، ويحط له نقطتين. ياخذ السبيعي إلى مشاري، إلى السبيعي، السبيعي ويحط له ثلاثية. السبيعي، فهد السبيعي يحط منه. شايع إلى الحميدي، عزيز إلى مشاري، بدهوب ويحط له ثلاثية. مشاري بدهوب، ثلاثية ثلاثية. الكويت 84 الغدسية 81. الرمية الثانية تضيع من حمد عدنان، ياخذها محمد، محمد عدنان وتضيع. الله، حمد عدنان يحط ايضا نقطتين، يسجل نقطتين. شوف، قول مبروك، مبروك لفريق نادي الكويت حصوله على كأس الاتحاد الكويتي لكرة السلة للموسم الرياضي 2017 2018. مبروك للكويت بعد فوزه على الغدسية 86 الكويت 81 الغدسية. فريق نادي الكويت بطل كأس الاتحاد الكويتي لكرة السلة. أحمد المطيري كابتن الفريق، مبروك والف مبروك أحمد المطيري. وعبد العزيز الفضلي، مبروك يا عزيز، مبروك عبد العزيز الفضلي. وايضا خالد الغيص، مبروك والف مبروك لاعبين نادي الكويت. وشعلان مهنا، هذا شعلان. وايضا فهد الظفيري وحسين الخباز العميد، نقول مبروك والف مبروك لفريق نادي الكويت حصوله على كأس الاتحاد الكويتي. وايضا يوسف الحمدان وعبد الله الشمري، وايضا الاسطوره، الاسطوره حمد عدنان. حمد عدنان مبروك والف مبروك لحمد عدنان، حقيقه اسطوره كره السله الكويتيه. وايضا مساعد العتيبي، وايضا النجم محمد عدنان، نجم المباراه حقيقه اليوم هو واخوه محمد وحمد. وايضا مساعد المدرب طلال القلاف، وايضا الكابتن يحيى البحر، نقول مبروك والف مبروك للمدرب الوطني يحيى البحر حصوله على المركز الاول. وايضا نقول مبروك لخالد الهجرس، خالد الهجرس مساعد المدرب، مبروك والف مبروك. طبعا خالد الهجرس هذا ابو اللاعب ناصر الهجرس لاعب نادي الكويت، نقول له مبروك. وايضا مساعد مدير فريق وليد التميمي، وايضا جعفر راشد اداري الفريق، هذا جعفر راشد اداري الفريق، نقول مبروك والف مبروك لفريق نادي الكويت حصوله على كاس الاتحاد الكويتي لكره السله. رئيس الاتحاد الكويتي لكره السله ضاري برجس، نقول مبروك، مبروك والف مبروك نادي الكويت. شوف احمد المطيري كابتن نادي الكويت لكره السله، الكويت بطل كأس الاتحاد الكويتي لكرة السلة للموسم الرياضي 2017-2018 للمرة 11. مبروك وألف مبروك لفريق نادي الكويت، يستاهلون حقيقة، لعبوا مباراة حلوة، مباراة نهائية، وقدر الكويت أنه يحصل على بطولة كأس الاتحاد الكويتي لكرة السلة للموسم الرياضي 2017-2018. نقول مبروك والف مبروك. طبعا تقبلوا تحيات معلق المباراة علي الشطي، الى ان نلتقي معكم طبعا في المباراة الاخرى والسنة القادمة ان شاء الله. نقول مبروك لجميع الفرق اللي فازوا في البطولات اللي اقيمت خلال هذا الموسم.